فرنسا محتل الأمس والشريك الاقتصادي الأول حاضراً، فأي آفاق للعلاقة التونسية الفرنسية اليوم بعد الثورة، خاصة وأن التدخل الفرنسي المفترض في الشأن السياسي الوطني قد يعتبره البعض استمراراً للاحتلال الاستعماري. نلاحظ أن فرنسا بدأت تتدخل في الشأن التونسي لحسابات سياسية داخلية، لذلك نحن اليوم نتحدث عن بعض القوى في تونس تطالب بشكل وصاية على القرار التونسي، لأن في اعتقادي أن فرنسا وجدت الفرصة لتهي هذا المجال، لأن الحكومة التونسية ربما لم تعر اهتماما لفرنسا الذي تحن للاستعمار الفرنسي السابق، يعني اتجاه الخليج أو اتجاه أمريكا أزعج السياسة الفرنسيين، والخارجية التونسية لم تكن لها قوة على الخطاب الموجه اتجاه فرنسا. ملف استرجاع الأموال المنهوبة من تونس نفذ الغبار عليه أخيرا منذ يومين بتسليم محامي الأمم المتحدة من السلطات اللبنانية سكا لرئيس الجمهورية التونسية بقيمة 28.818 مليون دولار كدفعة أولى من جبل ملايين الدولارات الكامنة في البنوك العالمية. هناك اتفاقيات إقليمية كما هو الحال متعلق باتفاقية الرياض، اتفاقية القاهرة، الكثير من الاتفاقيات تنص على وجوب التسليم، ثم كذلك يفترض أن يقع تطبيق الاتفاقيات المتعلقة أو بالنسبة للدول المنضمة إلى الشرطة الجنائية الدولية الانتربول، هذه لم تفعل. كذلك على مستوى القضائي هنا يجب استصدار أحكام قاضية بالعدالة في الدولة التونسية، ويجب إكساها الصيغة التنفيذية خارج البلاد التونسية. هناك تعقيدات جمة والوقت يمر، وكلما مر الوقت فيبدو أنه من المستحيل إرجاع هذه المبالغ المالية أو تسليم هؤلاء الأشخاص الذين فروا خارج البلاد التونسية. اتفاقيات دولية وأقليمية نصت على تسليم الأموال المنهوبة من الشعب التونسي والمجرمين الفارين من العدالة، لكن أين نحن من تطبيقها؟ فسيدة العقربيطة حصلت على الجنسية الفرنسية، والمخلوع وزوجته ينعمان باللجوء السياسي في السعودية، وصخر المطري في قطر، وسليم شبوب في الإمارات. بالثورة افتك الشعب التونسي الحرية والكرامة، ولن يقبل من جديد أي شكل من أشكال الوصاية أو الاستعمار، فالسيادة والاستقلال الوطنيان مكسب يستحقه بعد أن قدم الكثير في الثورة. أميرة ذوادي، قناة المتوسط، من أمام السفارة الفرنسية تونس.